اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. فقره ترند اونلاين بنهتم جدا بالسوشيال ميديا وتحديدا الشخصيات المؤثره اللي بتبقى دايما موجوده عبر السوشيال ميديا والجماهير بتحب تسمع لها او تقرا لها اهم المقالات خلال الفتره الاخيره. النهارده فقره الترند اونلاين بينورنا وبيشرفنا من خلال فقره السكايب الزميل العزيز والناقد الرياضي الاستاذ اسامه السويسي، اهم النقاد الرياضيين من اهم النقاد الرياضيين عبر السوشيال ميديا اللي بالتاكيد جمهور النادي الاهلي بيهتم وبيسمع لهم خلال الفتره الاخيره. استاذ اسامه منور الدنيا. نور نورك محمد، وتحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي قناه البيت الكبير. اهلا بحضرتك، وبالتاكيد ده فقره الحمد لله يمكن بتلقى ردود فعل ايجابيه جدا من كل جماهير النادي الاهلي. احنا بالتاكيد بنختص في الحديث ما يحدث عبر السوشيال ميديا واهتمام الجماهير بما يتراءى لها خلال الفتره الاخيره، سواء بمتابعتها للمباريات، النتائج، المرحله اللي جايه. تابعت السوشيال ميديا ازاي الفتره الاخيره؟ واحيانا بنشعر بجلد الذات في فتره معينه، اكيد مفيش حضور جماهيري في المباريات، محدش بيحضر في الاستاد، فطبعا كل واحد عنده راي عايز يقوله بيبقى من خلال السوشيال ميديا. خبراتك بقى شايف الموضوع ده ازاي، والنصيحه اللي توجهها للجماهير من خلال ترند اونلاين عبر قناه الاهلي؟ والله يا محمد انا بقالي يومين وده التالت عامل اوف تويتر. عندي حاله احباط غير طبيعيه زي ما انت قلت كده. عندنا بعض المشجعين المفروض ان هم بينتموا للنادي الاهلي عندهم حاله جلد للذات بشكل غير طبيعي. اولا الجمهور غايب عن المدرجات بقاله 8 سنين من 2012 لغايه 2020، الجمهور مش موجود في المدرجات الا هم نظر في بعض الحالات وفي بعض المباريات وبتاع بعض البطولات اللي بيكون فيها تحديدا المنتخب او المباريات الافريقيه للانديه المصريه. في المدرج كانت السيطره على الجمهور وخصوصا الجمهور المتحمس المندفع كانت بيبقى من السهل السيطره عليه. في السوشيال ميديا كل واحد حر، كل واحد بيكتب رايه، لكن شايف حاله تنمر غير طبيعيه وافتقاد للثقه في فريق داخل على منعطف مهم جدا، منعطف دوري ابطال افريقيا، البطوله الاهم واللي كل جمهور النادي الاهلي مستنيها، الاميره السمراء اللي غايبه عن النادي الاهلي بقالها فتره. اللي لاحظته في السوشيال ميديا مؤخرا ان جمهور النادي الاهلي كان عنده حاله وعي شديد واقبل وتصدى لحملات ومخططات غير طبيعيه في الفتره الاخيره بفضل الوعي الكبير. الجمهور السوشيال ميديا بقى هو المؤثر في ظل غياب المدرجات اللي المدرجات بقت فاضيه. تمام. فلما تيجي تتكلم على مباراه انت متوج قبلها بطل للدوري، مباراه مصر المقاصه تحديدا، هتكلم بشكل محدد، انت متوج قبل المباراه دي بطل للدوري، تمام؟ متعمل لك ممر شرفي، على فكره الممر الشرفي اتعمل ليفربول، وليفربول في مباراه مانشستر سيتي خسر خساره ثقيله جدا، تمام. محدش زعل على فكره من انصار الانفيلد واحتفلوا بالبطوله في نهايه الموسم احتفال غير طبيعي، تمام؟ انت متوج باللقب قبل 7 جولات من نهايه الموسم وبارقام قياسيه، 23 فوز من 28 مباراه، متعادل 4 مرات وخسران مباراه واحده بس. المؤكد ان في اخطاء دفاعيه في مباراه مصر المقاصه، المؤكد محدش يختلف على الكلام ده، ولكن هل يجوز ان انت تصغر لعيبتك وتهاجم لعيبتك وتتنمر على لعيبتك اللي هو خط الدفاع بتاعك اللي هو ما دخلش مرمى غير 8 أهداف طوال الموسم، اقوى خط دفاع وبفارق كبير جدا عن اقرب المنافسين، اقرب منافس ليك على اقوى خط دفاع اهتزت شباكه اكتر من 20 مرة، تمام. الموسم ده تيجي الناس تقول لك ما هو الشناوي شايل خط الدفاع، ما هو الشناوي ده دوره يا جماعه، الشناوي ده حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي لازم يبقى دوره ده. تيجي يقول لك اصل احنا خايفين على الفريق قبل مباريات افريقيا، طب ما خوفك على الفريق ده لازم ينعكس على تصرفاتك، لازم تراعي ان الفريق اللي هيخوض دوري ابطال افريقيا هم المجموعه اللي انت بتنتقدهم دلوقتي اللي هي اساسا من بدايه الموسم وتحديدا مباراه كاس السوبر اللي فاز فيها الاهلي على الزمالك 3-2 ودي كانت بدايه الموسم المحلي. المباراه دي تحديدا شهدت اصابه محمود متولي وياسر ابراهيم. مظبوط. اضطرينا نلعب باتنين قلب دفاع مش مكانهم، محمد هاني وحمدي فتحي، تمام؟ والنتيجه تقلصت بدل 3-0 الى 3-2. تمام. الخط ده وتحديدا ده ما اكتملش في مباراتين على مدار الموسم.
بالظبط اتعرض محمود متولي وياسر ابراهيم وبعدين تمام سعد سمير ورامي ربيعي وايمن اشرف ومحمد هاني واحمد فتحي وعلي محلول وعلي معلول وحتى محمود وحيد، كل الناس دي اتعرضت لاصابات. حتى مباراه مصر المقاصه اللي الناس بتتحامل على خط الدفاع فيها كانت الناس قبلها ب 24 ساعه بتسال مين اللي هيلعب جنب ايمن اشرف، لولا بالظبط ربنا شفى ياسر ياسر ابراهيم. ابراهيم ورجع قبل طيب المباراه ب 24 ساعه ايه بعد رسالتك لجمهور النادي الاهلي يا استاذ اسامه؟ رسالة الجمهور النادي الأهلي، احتفلوا باللقب، احتفلوا ببطولة غالية جدا وثمينة جدا اتحققت رغم مصاعب كبيرة جدا الناس مش حاسة لأن الموضوع اتحسم بدري بدري، ولكن النادي الأهلي واجه تحالفات داخلية وخارجية منتهى الخطورة، النادي الأهلي واجه أخطاء تحكيمية غير عادية وجسيمة، في المقابل هدايا بالجملة للفريق المنافس في الوقت انت كمان عانيت من اصابات وايقافات واعلام ضاغط عليك وخصوصا مع مشايان اللعيبه اللي مشيت من النادي الاهلي، كل ده ما يشفعش للفريق، امال فين على الحلوه والمره معاه، تمام خصوصا ان ما فيش مره، دي خساره واحده بس. الحمد لله. طيب داخلين على المباريات، فرسالتي داخلين على المباريات رسالتي قبل الافريقيه. اتفضل. رسالتي قبل المباراه الافريقيه زي ما قلت لك هم دول المجموعه اللي هتخوض مباراتي الوداد ان شاء الله، تمام. فبالتالي عندنا كمان الحمد لله فرصة متسع من الوقت بعد تأجيل دور نصف النهائي، عندنا متسع من الوقت إن شاء الله يكتمل شفاء رامي ربيعة، يكتمل شفاء ياسر إبراهيم ويحصل الانسجام، ومؤكد إن الجهاز الفني شايف زينا زيه الأخطاء ديت وهيحاول يعالجها علشان خاطر يحقق البطولة الأهم، البطولة اللي كل الأهلاوية مستنينها. كمان ما تنساش إن راجع لنا كمان حسين الشحات إن شاء ورجع الله. لنا كمان محمود كهربا، والمسألة هتبقى مختلفة تماما، خصوصا إن الدوافع في البطولة دي هتبقى مختلفة عند اللعيبة، وده أنا واثق منه تماما. بطولة الدوري شبه محسومة من الدور الأول، فمش عايزين الناس يعني تقسوا على نفسها أكيد وتقسوا على الفريق. أكيد. آخر حاجة في 30 ثانية، مباراة الوداد، وطبعا الناس على السوشيال ميديا مهتمة جدا بالأطقم التحكيمية اللي هتدير هذه المباريات، لكن النهارده طمناهم وقلنا لهم لسه بدري في معسكر في القاهرة، الحكام هيكونوا موجودين في الفترة اللي جاية، هيطلعوا من مصر على المغرب، لسه في متسع من الوقت، مش هيعلن أسماء الحكام قبل يوم 13 أو 14 أكتوبر بإذن الله. هو الناس خايفة من كل شوية تسمع بكاري جسام، بكاري جسام، طب يا جماعة يا جماعة ما بالعقل كده، بكاري جسام آخر مباراة للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا أدارها بكاري جسام، هل من اللوائح والطبيعي إن بكاري جسام يدير مباراتين متتاليتين للنادي الأهلي؟ أنت كمان عارف الكواليس وعارف القواعد وما ينفعش يدير مباراتين متتاليتين في نفس البطولة حكم واحد، فالمفروض إن إحنا نهدى ونعقل شوية. بس ومش انا اي عندي تقارير. رساله بالظبط صغيره بالظبط. عندي رساله صغيره على بخصوص قناه الاهلي، ممكن اتفضل يا استاذ اسامه. شايف هجوم غير طبيعي على قناه النادي الاهلي بسبب التقرير اللي حصل فيه غلطه غير مقصوده وتم علاجها وتم تصحيحها، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، لما بنغلط بنعترف وبنقول ان احنا غلطانين وبنصلح الغلط وبنرجع اكيد الحق لاصحابه، وده اللي حصل في التقرير، اكيد، وتم لكن تدارك الامر لما فعلا تيجي بالفعل. ولكن لما الاقي بقى قناه نادي منافس ما وراهاش كلام غير الموضوع عادي، دوت يبقى ده لازم، العادي، ما لازم بنحبش اقول نتكلم لك على ستوب. المنافسين يا استاذ اسامه، انت فاهم طبعا اكيد وعارف، ما فيش مشكله. ما انا اكيد هقول لك بس جمله واحده بس، انا عشان اللي اطلع بيته من لفاصل ازاز اتفضل. ما نحدفش الناس بالطوب، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب بس. اكيد، شكرا جزيلا يا استاذ اسامه، وبالتوفيق ليك يا رب، ودايما منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وبالتاكيد كل المشاهدين من خلال فقره ترند اونلاين بنتفاعل معاهم وبنشوف السوشيال ميديا بتتكلم في ايه، وبنحب نسمع كمان من اراء النقاد الرياضيين او كمان الكتاب الصحفيين الكبار اللي موجودين على السوشيال ميديا، وبنشوف ارائهم في تفاعلات الجمهور عبر السوشيال ميديا. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الفقره الاخيره الترند العالمي ومشاركات الجماهير على سؤال حلقه النهارده.